عندي ليكي خبر زي الفل. هنسافر باريس انا وانتي ورانا. في دكتور هناك بتابع حالتها. حضري نفسك. بقولك ايه؟ احنا ليه ما فكرناش ان انا اروح اتكلم مع مريم بما اني صاحبتها يعني؟ اتكلم معاها في ايه؟ يعني اقول لها الليسي عاوز يرجع لك وعايز يكمل معاكي. ومين قال ان الليسي عايز يرجع لها او يكمل معاها اصلا؟ الليسي ماليش في الحب، الليسي عاوز يقفش. بالظبط كده. معلم الحوار بتاع مريم ده في حاجه مش مفهومه. تقول لي بس في ايه وانا ارسيك على الصح. ايه اللي مش مفهوم يعني؟ يعني في سر طلقتها. رجعت لها الصور اللي عندها. واتنزلت على البلاغ وبعد كده رجعتها تاني. مش عارف جاي دلوقتي تقول ايه لو مش خفت بات لوحدك لحسن اختها تيجي تقتلك ايه الجو ده يا عم؟ لا هو كمان عمال يراقب البيت ده كمان. عارف؟ انا مش فاهم. انت شفته من اخر مره؟ لا. اتفكك بقى من الحوار ده خلاص يعني. هم قرشين قلبتهم منها وخلاص. افكني من الحوار ده؟ لا يا حبيبي، مريم دي خدتني لغايه المأذون، يعني اتجوزتها، يعني لازم اقفش منها قفشه كبيره قوي. طب انا دلوقتي مش فاهمه، انت ناوي تعمل ايه؟ ناوي كده وبخطط لخابور لملك اختها. يا ابني ما بلاش ام الجو العجيب بتاعك ده. الله يا ابني، انا لو رغيت الموضوع ده من دماغي ابقى تهتيت. يرضيك واحده زي مالك دي تهتني؟ ما انا قايل لكم الموضوع 50 مره قبل كده. مش عارف اقول لك ايه والله. استنى، ايه ده؟ دي ملك؟ ملك مين يا عم؟ مريم. مريم؟ صفتك جوزي لحد دلوقتي ينفع تمنعني من السفر وتبعت لملك القرار ده. سفر ايه وبتاع ايه؟ هو يعزمنا احنا السفر ليه؟ هو انت مالكش بليه؟ انت ليك مكان. اه حلوه دي. صح. اه انا بعت لها اقول لها نسلك الموضوع ازاي؟ انا ما عايزينها منحه. صح. انت اوقات بتفهم يعني، والله بتفهم. حاجات برضه كده لازم ادي لك حته في الاخر. برد عليها. مش عارفه يا ملك، هي ورقه من مكتب محامي ما عليهاش اختام ولا اي حاجه رسمي، يعني من الاخر كده مش انذار، فاهمه قصدي؟ واللي جايبه مش محضر، ده موظف عند المحامي ده. طب اديها لي بس اتكلم معاها، اتكلم معاها بس دقيقه واحده. بص يا ستي، مكتوب ان موكله خالد عبد اللطيف الليسي هياخد الاجراءات الرسميه لمنع زوجته السيده مريم لطفي الجرحي من السفر. ايه؟ وعارف منين ده؟ ده احنا لسه فاتحين الموضوع ده بس امبارح بالليل. ماشي، ابعتي الورقه اللي جات لك لاستاذ جلال المحامي وقولي له مالك مستنيه تفتي. طب اديهالي بس اتكلم معاها، اتكلم معاها بس يا واحده. عايز ايه رامي بس؟ انا مش فاضيه له يا نهى. قولي له ركز في الشغل ويسيبه من لت النسوان بتاعه ده. لا مش محتاجة اعتذارات، خلاص نسينا اللي عمله وانتهينا. ماشي ماشي، سلام. يعني ايه؟ بيشم على ظهر ايده؟ انا وانت بس اللي نعرف الموضوع ده، ما كانش فيه تالت بينا. عرف منين؟ تعرفيش؟ وبعدين في الوقعة السودة دي أنا مش عايزة فضايح، مش عايزة نديم يعرف عن الليسي بتاعك ده. أنا شكلي هيبقى زبالة قدامه. هقول له باسبورك ضاع.
باسبورك ضاع ايه؟ ده يجيبه في ساعتين. بقى ما قلتيله مش ها؟ عارف لوحده. ماشي يا مريم. أعمل نفسي مصدقاكي. لما أرجع من السفر ليا كلام تاني معاكي. ماشي. أيوة يا أستاذ جلال. وصلتك الورقة؟ طب وبعدين؟ هو فعلا ينفع يمنعها من السفر؟ كنت متأكدة من إجابتك دي. لا لا لا، حلول ودية إيه بقى؟ هفكر في الموضوع ده لما أرجع إن شاء الله. ماشي، باي باي. قولي لنا حل يا ست مريم. تقعدي؟ ماشي، أنا هسافر وأنت تقعدي، بس مش هينفع تقعدي هنا لوحدك. شكلها مش لذيذ يعني إن أنا أسافر وأسيبك هنا، ولا أنت ليكي رأي تاني؟ أنا رأيي تاخدي سادة وتروحوا البيت. بس أقول إيه لنديم؟ أعصابي، أنت جننتيني، جننتي أمي. مفيش وقت للحلول والقرارات. خلاص اقعدي هنا يا مريم. بس هقول لنديم ايه؟ هقول له اي حاجه بقى. عندك امتحانات دبلومه، عندك علاج مع دكتور، عند اي حاجه، بس المهم ما يعرفش. يلا يا مامي بقى. ايوه يا حبيبتي. جاية جاية حياتي. نفسي مرة واحدة مرة واحدة تعملي حاجة صح في حياتك. على طول انت تغلطي وانا ادفع الثمن. انت على طول متعصبة عليها كده. اعمل ايه بس يا رنا؟ ده انتي يا حبيبتي بتسمعي الكلام اكتر منها. بس هي طيبة. طيبة ما انا عارفة، بس بتعمل حاجات تغيظ. مين اللي بيكلمك؟ ده بوبي. طب قفلتي عليه ليه؟ اصلي بصراحة مش عارفة اقول له ايه. قولي له لمين؟ ولا اقول لك؟ لا تقولي ولا تعيدي. ما ترديش عليه خالص لحد ما نسافر.